شفنا وعجنا حتى شفنا الحق ولا باطل. بغيتي تهضر بالحق كيطيح عليك الباطل. هادشي اللي شفنا في قصة الكولونيل وفي قصة ابتسام بنت الكولونيل. طبيعة الحال غتسألو شنو وقع لها. اللي وقع انه غتصدمو في هاد الفيديو. خليكم معنا الاخر وغتعرفوا القصة كاملة. اهلا متابعين الكرام، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. كما عودناكم فيديو جديد واخبار جديدة وتطورات جديدة. فضلا وليس امرا انكم تابوناو معنا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندنا باذن الله. وما تنسوش لايك وبارتاج باش هكذا الفيديو يوصل اعلى نقطة، وكذلك الرأي العام يتكلم على هاد القضية، لان هاد الشيء اللي ولينا كنشوفه بزاف وبزاف على هاد التمرد اللي كنشوفوه في هاد الناس. هادو عصابة اجرامية كدير ما عليها وفي الاخير كتسلم القضية الناس اللي هما غير مسؤولين. كما كتعرفوا ان ابتسام بنت الكولونيل سنوات وهي كتعاني في طلوع وهبوط المحاكم، واللي بغى الحق غير ديال باها الحق ديال الكولونيل نوردير العطور اللي تمنت انها شي نهار تشوف المحكمة ديالو وخداو له الحق ديالو. ولكن مع الاسف بزاف الناس كيهاجموها، بزاف ديال الناس منهم هذيك العصابة اللي ما خلاهم باش انهم يخوفوها، لدرجة انهم بقاو كيهدوا فيها من جميع النواحي. يعني حتى من خلال الابن ديالها جبدوه وخوفوه خوفوها عليه. ولكن كما قالت ان الحق الاب ديالها ما غادي يضيعش، لانها هي بطبيعه الحال واقفه على هذه القضيه وكتقول انها نهار اللي غيدي مول الامانه امنتو هاد غادي تسناو انني غادي نبعد على هاد القضيه رغم هاد الشيء كامل اللي كنعيشو. كما داروا ما وصلوش للقضيه، ما وصلوش انها تبعد على هاد القضيه، حتى لدرجه انهم استغلوا الام، اولا بالاحرى الام داخله معاهم في هاد القضيه، مشات دعات ابتسام على عقوق الوالدين. يعني ابتسام كتهاجمها كتسبها كطيح كتهبط لها من الشرف ديالها، من كتطيح منها كتهمها باتهامات اللي هي خطيره وهي اللي اساس لها من الصحه. هادشي كامل اللي درتو في المحضر بطبيعه الحال باش انها تغرق ابتسام. اتهمتها انها كتمس الشرف ديالها لانها قالت انها كانت على علاقه بشخص اخر من غير الاب ديالها. وهادشي كما صرحات ابتسام في الاول انها قالت ان الاب ديالي اعترف لي وقال لي انها كانت كتخونه. بطبيعة الحال احنا كنتسناو شنو غيديروا مع ابتسام، واللي كنتمنوا ان هادشي كامل غادي يولي ضد ديال الام ديالها، لان بطبيعة الحال كاينين دلائل اللي عليها اللي غادي يلتمسوا بطبيعة الحال ابتسام بانها باغا تغرقها فقط باش انها تبعدها من الملف. صافي. المهم اخوتي كما كتعرفوا ان ابتسام وقفه رجوليه على الملف ديال الاب ديالها، واللي بطبيعه الحال كيتسناو فارغ الصبر باش انها تقول المحاكمه العادله في هذه القضيه. كنتمنوا ان الام يتحيد الغشاء ديال الكره والبغض اللي على عينيها وتعترف بالحقيقه وتخلي كما كنقولوا منين يمشي الماء، لان هذه السيده هذه راها بزاف باش انها ما تحنش في الاب ديال وليداتها، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.